أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء، وعقد المدرب الجنوب أفريقي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التش، وحرص على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي، وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة. وركز الجهاز الفني للأهلي في مران اليوم على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الإنتاج، ومنح تعليمات خاصة في الشق الهجومي. وشهد المران الأخير اليوم مشاركة علي معلول بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعدما تعرض لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت يوم أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي. وجاءت نتيجة رابيد تيست التي أجراها الفريق أمس وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية جاءت سلبية، بجانب الاطمئنان على المسحة الطبية الثانية التي أجراها مروان محسن أيضا والتي جاءت سلبية مثل المسحة الأولى عقب تماثله للشفاء. ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة، حيث يبحث المارد الأحمر عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز.